أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر على صوت العدالة. دائما من الدار البيضاء وبالضبط منطقة بوسكورة، احنا في ضيافة أم السعدية وسارة. أم السعدية اللي ما عمركم شفتوها معنا على صوت العدالة، اليوم اللي سمعنا الوضع ديالها وسمعنا المأساة اللي كدوز منها، قررنا أننا نجيو باش نشوفوها. كاين واحد العديد من المتتبعين ديال صوت العداله اللي ما تيعرفوش القصه الحقيقيه ديال ام السعديه مع ساره. كيفاش ساره تغتب لنا ام السعديه؟ اليوم غادي ناخذوها معكم في اختصار، غير باش الناس اللي باقي عندها هذاك اللبس ديال شكون هي ام السعديه، شكون هي ساره، ساره اش كتجي لام السعديه، ناخذوها في اختصار عاد غنجيو للمشكل ديال اليوم اللي كتعاني منه ساره وام السعديه. ساره مرحبا بك اختي لاول مره على صوت العداله. بغيناك تعطينا واحد المختصر للمتتبعين ديال صوت العداله اللي ما تيعرفوش القصه ديالك مع ام السعديه. كيفاش القصه ديالك مع ام السعديه؟ السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا، وتمنيت كون تلاقينا في ظروف احسن من هذه. المهم ام السعديه كما كيعرفوا بزاف، المهم بزاف ديال الناس اللي متبعين ساره ام السعديه كيعرفوني كيفاش تلاقيت معها. نهار الاول لقيتها فوق حجره وشتها كطيح عليها وما بغى يدخلها حتى واحد. دابا تقريبا 4 سنين وهي عندي. كنت خدامه ديك الساعه ودوزات معايا 8 شهور يعني في الدار موراها، ما عرفتش كيفاش لحد الساعه انا مازال ما مستوعباش كيفاش حتى دخلت لهاد السوشيال ميديا اللي كانت غلطه حياتي وغلطه عمري. يعني واحد المره كتعطيك ومره ما كتعطيكش. المهم هاد السيده دخلتها للدار ديالي. بصراحه ماشي انا اللي دايره فيها خير باش نكون صريحه، ولا هاد الفيديو ولا هاد اللايف غتشوفوا الوالده ديالي والوالد ديالي على راسي وعينيا، ولكن هاد السيده دايره فيا خير اللي ما داروش فيا والديا. يعني هاد السيده عطاتني، يعني الله يجعلني لما نخرج ونتعطل غير 5 دقائق كنجيك القادره روينه في الدار. يعني ما كتاكل ما كتشرب كتقول بنتي قتلوها، بنتي دارت كسيده، بنتي، يعني شي حاجه اللي نقدر يوقع لي شي سوء تفاهم. ماشي واحد في الزنقه واحد المره غادي ناخذوها هكا نقولها لكم نختصر. واحد المره مشينا للبلديه نشوي ليها، تناقشت انا والجزار، تناقشنا على قبلها غيعطيني الكبده، ديك الكبده بانت ليا خضره وانايا زلت لسان ما هضرتش معاه زوين، يعني لسان ما فيه عظم. انا ظلمته بدا يغوت وداك الشيء، قلت ليه كيفاش انت فاتح هذا المحل وتعطي للناس هذه الهضره وانا ما راعيتش الكليان اللي كاينين. يعني حتى انا كان بغيت نهضر معاه نهضر بيني وبينه، يعني الغلط ديالي. وهي تنوض امي السعديه بطات من الطوموبيل وجات بالعكاز دخلات عليه حتى لداخل وبقات كضرب فيه. تنقول لها امي انا اللي غالطه، قالت لي ما يهضرش ليا مع بنتي. يعني كان غلط بحال كنقولوا مفشاني ومدسراني. ماما لا، ماما اللي ولداتني، يعني ولو يكونوا الناس ظالميني كتبقى ديما كتقول لي انت ما مزياناش، انت هادي، ديما كترد عليا اللومه. انا هاد السيده هي دايره فيها خير، كتحن فيا، كتنوض تغطيني ملي كانت برجليها، كتوكلني، ما كتخلي ما دير ليا. دابا شدات الفراش مؤخرا، جبنا اديتها للطبيب، الطبيب قال لي صافي السيده مول الامانه غيدي امانته غير ديها للدار. ديتها اول واحد اللي ديتها لي ديتها ليه من الفارماسي، مجعبر لي طونسيو قلب لي عينيه قال لي بلا ما ديها للسبيطار لا والو السيده كتموت. انا دخلت في هيستيريا وبديت كنضرب فيه وكندفع فيه ونقول ليه ما تقولش هاد الهضره قدامها. بديت نغوت، هزيتها ديتها للطبيب، الطبيب حتى هو قال لي نفس الهضره، عطاني دواء ديال خرج لها دواء ديال الدوره الدمويه حيت ما كتنوضش، شدات الفراش كدير كلشي في الفراش، عطاني مكملات غذائيه وعطاني دواء ديال المعده. صافي جبتها موراها تزادت الحاله ديالها في الليل، هزيتها لاقرب مستشفى حدا الدار ديتها، حاولوا يديروا لها السيروم ما بغاش يدوز لها في العروق، العروق ناشفين ورقاق. كملي كيخشيو لها السيروم كتكون لها واحد البقاله بحال الكره كيدوز. حيدو قالت لي حاله ديال السيده خطيره خاصها تمشي للانعاش دابا. امي
ما بغاتش تمشي ليا، عطاوني ورقه تمشي لموريزكو، قالوا لي موريزكو الا كان بامكانك دير المصحه. ديتها لواحد لوبيتال قريب لينا هنا بلا ما نذكر الاسم ديالو، قالوا لي الليله 2500 درهم. انا ما غنقدرش على 2500 درهم الليله، يعني ماشي بالاستطاعه ديالي. تقدر تجلس غير 3 ايام 4 ايام 5 ايام، ما باش نكون صريحه معاكم، انا ما كنقولش هكا باش نقول شي واحد يعاونني ويخلص لي السبيطار، لا، ولو غيكونوا عندي الفلوس ما غنقدرش. انا ما غاداش نضرب في المصحات، ولكن معظم المصحات ولينا كنشوفوا دابا راه السيد كيكون ميت ولا السيده ميته الباسيون راه صافي ماتوا، وكيلصقوا له الماتريال وكيبقاو يقولوا لهم راه حيين وكيحلبوا فيه، يبقاو يحلبوا فيه. وانا ماشي بالاستطاعه ديالي باش انا نعيش في الدوامه. الدوامه، المهم انا قلت لكم ولو تكون بالاستطاعه ديالي ما غاداش ندير المصحه خاصه. المهم انا غدا بالطريق من موريزكو، كلنا كنعرفوا السبيطار الكبير ديالنا في كازا، شدات لي في يدي وكتقول لي العرب بنتي الا بغيتي تكملي خيرك 4 سنين وانا معاك، وانت دايره فيا غير الخير، بغيت نموت في دارك ومع وليداتك. انا ما باغاش يغسلوني، ف جبتها للدار جلسات رجعتيها للدار. رجع شويه اللورا ساره قبل ما نكملوا. امي السعديه فاش خديتيها النهار الاول فاش جبتيها من الزنقه، حكات لك على حياتها، حكات لك فين كانت، علاش خرجت للزنقه؟ امي السعديه دوزات الخير، كانت مجوجه بكوميسير كبير في كازا معروف بالسكندر، الناس كتعرفو، وكانت مزوجه بخليفه، كانت مزوجه بواحد السيد عنده كراجات في كراج علال، الناس كلهم كيعرفوها، راه اللي شافها غادي يعرفها. السيده كانت على خير، عندها الفيلات، عندها المساعدات، عندها 4، كانت كدير الخير في الناس، كانت مربيه 12 دري، يا كلهم كبروا ما عقلوش عليها. ما كتولدش؟ ما كتولدش، كانوا كيطلقوا الرجال تحت ما كانتش كتولد. وفي بكري هي دابا عندها 94 عام، في بكري المراه الا ما كانتش كتولد كيطلقها الراجل، ماشي فحال دابا. هاد الاولاد كاملين اللي ربات حتى شي واحد ما شاف فيها حتى شي واحد. واحد كيتواصل معاه كاين في سوريا، وبزاف المرات كيهضر معاه، ومن بعد كنقطع عليه. انا كنخاف على راسي وليداتي، مشى لظروف ما نقدرش نهضر فيهم، يعني ظروف ما نقدرش نهضر فيهم، لا انا في المغرب هكا ولا نهضر على داكشي، لان داكشي ما صالحش لي عندي ولا ما شغلناش. ماشي شغل. هذا هو الوحيد اللي بقى كيتواصل معاه. تيتواصل معاه وتيقول لي امي، ملي كيهضر معاه هكا كنخليه يهضر معاه مده ديال 7 دقائق، موراها كنقطع، ما كنقدرش. يعني هذوك غامرت براسي بزاف. واخا انت جبتيها عندك كانت عيانه شويه مريضه في حال هذه الحاله ولا قبل ولا لا؟ لا كانت صحيحه، كانت صحيحه. عندنا قناه ساره مستعديه، الناس راه كيعرفوها، كانوا كيتفرجوا في هذه السيده. ملي دخلتها كانت على حساب لونتوغاج اللي كانت فيه، كانت كتخسر الهضره، كانت عاجبه الناس كاملين، كتهضر بواحد الهضره اللي هي خايبه، يعني احنا ما كبرش انا في ديك الهضره. المهم بارطاجيناها للناس بحكم من الناس اللي طلبوا مني، قالوا لي ساره انت ما خداماش، خلي هذا الكونسيبت واخا هو قاصح شويه، الناس بغاونا. يعني كنت كتهضر تلقائي سبونطاني، ما عندهاش الفرينات، ما عندهاش الفرينات، وكانت عاجبه الناس. موراها بقينا في ديك القضيه بحكم احنا مغاربه ومسلمين، ما يمكنش واحد السيده غنخليها هكا. بقات تطبعت علينا احنا كعائله يعني محترمه، ولات عندي وليداتي عندي، راه ما يمكنش غنخليها هكا. بالعكس امي السعديه اللي كيعرفها لقى واحد الشونجمون كبير، وهو هاد السيده ولات تهضر بقى الله قال راسو، بقات كتخسر الهضره. راه الناس اللي معايا ولا نتوما الناس، السيد اللي جا معاكم يوسف راه شاف واحد التغيير كبير، راه كانت كتجلس حداه كيضحك وشويه كيقول حشومه هادشي اللي كتقول. يعني دابا الحمد لله ولات غير قال الله قال راسو، هادشي كامل رجعت لنا القناه ديالنا والمشاهدين ديالنا اللور. علاش ما بغاوش هاد السعديه وما بغاوش ساره في هاد يعني الكونسيبت النقي، يعني بغاوها تخسر الهضره والتفاهه. باغينا باغينا، يعني الا جيتي تشوف ودخلتي كتلقى الناس تفاهه وتخسر الهضره، هو اللي خدام دابا. انا ما نقدرش، انا عندي وليداتي، انا عندي، انا في عمري 30 عام، ولدي غادي في 13 عام، واحد غادي في 12 عام، صغير 4 سنين ونص، اشنو خليت نخلي الوسخ في السوشيال ميديا؟ ما يمكنش. انا الفلوس غيساليو، ما يمكنش انا نخلي ولادي غينعتو فيهم، وانا ام
يعني كنلقى ما عنديش راجل ولا انا ولادي هما اللي دايمين ليا نكبرهم بالحلال، يعني الله يجعلهم ياكلوا غير الخبز واتاي ويكبروا رجاله يعقلوا عليه. ما نقولش ماما راك وسختينا، ماما انا بالعكس انا ما خاسره والو، غنحط لها التليفون ونخليها تقول ونكمل معاها حتى انا، لان غير التفاهه وتخسر الهضره اللي كاين دابا ما نقدرش. ولكن ساره نكون واقعيين وسمحي لي، كانت عاجباك كان عاجبك انت داك الكونسيبت ديك الوقيته، واش انت كنتي كتدخلي منه الفلوس؟ لا ما عجبنيش انا، بالعكس بيني وبينها وبعض المرات دابا كتعجبني الا قالت شي كلمه كتخرجها تلقائيه. كانت انا كان عندي واحد الاكتشاف ديال واحد الانسانه مسنه 94 عام كتقول شي حاجه اللي ما تطيحش لك على البق. انا ما دوزتهاش وما كايناش في عائلتي وما كبرتش فيها، يعني تفاجات فحالي فحال الناس، ولكن واحد شويه بديت نراجع نفسي اش هاد الشيء. كون انا كان عاجبني الحال غنبقى غدا في هاد الطريق ونبقى ندخل فيه الفلوس، وكان عاجبني الحال علاش هادشي حبسته. واخا على ذكر الدخول ديال الفلوس من 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 هذاك الكونسيبت تهاجمتي بزاف ساره، والناس قالوا انك شاده امي السعديه غير على قبل كتدخلي منها الفلوس لا اقل ولا اكثر. ولكن دابا هو ربي سبحانه وتعالى ربي في واحد الوقت عطاني في واحد الوقت قلع مني. انا دابا هي القناه ديالي طاحت ما بقاوش عندي مشاهدين، علاش؟ حيت امي السعديه بدلنا الكونسيبت ديالنا. القناه ديالنا رجعت للور، علاش انا ما سمحتش في امي السعديه؟ يعني المداخل الى طرت ولا نزلت واحد 1800 درهم في الشهر، يعني 1800 درهم من سعديه ديال دار العجازه غادي نمشي نخدم، يعني عطى الله ما ندير، البيع والشراء رجع كما كنت وهذا، ولكن لا ما يمكنش. انا هنا فين غنبين الناس حسن النيه ديالي؟ ها هي عندي، انتم جيتوا لقيتوها شاده الفراش كدير قلبها غتلقاها دايره لي كوش ديالها نقيه حويجتها نقيين، الحمد لله ما عرفنا شكون السابق انا ولا هي. والله سبحانه وتعالى انا كنسعى سيدي ربي، ما نسعى حتى شي واحد يجعل لي الخير في وليداتي. انا ما بغيتوش يجعل الخير فيا ولا يعوضني، العوض بغيتو في ولادي ان شاء الله. هاد السيده الى هاد السيده اللي كنت كن خديتها كمحتوى ولا خديتها كمكسب رزق، انا بغيت ربي ما يسهلش عليا وما يكملش عليا. هاد السيده خديتها وخيداها كانسان، كمن جانب الانسانيه لقيت الشتا كتصب عليها ووصلت 8 ونص ديال الليل وحتى واحد ما بغى يدخلها ودخلتها، وحنا دابا راه في لايف. يعني السيده لا حاولتي تهضر معاها دابا، نتمنى تدور لها الميكروفون وهي غدا تهضر. واخا جبتيها دخلتيها الوقيته اللي قالوا لك ديها لسميتو الانعاش، امي السعديه اصرات انها تجي للدار الا كان ربي غياخذ الروح ياخذها عندك في الدار. شنو اللي غيوقع؟ كملي لي. انا هاد الفكره ما شوفوا، الموت علينا حق، والله سبحانه وتعالى الا مشينا عنده راه انا بالعكس الا مات شي واحد انا هضر على راسي، انا الا مات والله هي فرحانه، ما عمرني اديت شي واحد، ما عمرني هضرت في شي واحد ولا ديت ديال شي واحد، انا فرحانه. راه عرفتي راه النهار الكبير نمشيو عند الله سبحانه وتعالى، راه النهار الكبير نتلاقاو ونشوفوا وجه الله، راه جلسوا غير مع راسكم وشوفوا، يعني راه الله شي حاجه عظيمه، غير الفراق اللي صعيب. راه هاد السيده راه ولفتها بزاف، راه غير الفراق اللي صعيب. اما باش تمشي عند الله سبحانه وتعالى لا هي ولا حنا، راه غادي راه الموت ستره اللي هي بعدا في هذه الحاله، راه ستره الموت لينا، راه ستره ما نخافوش من الله، ولكن راه الافعال ديالنا هي اللي كتخافنا ندخلوا للقبر وداك الشيء اللي درنا. انا ما نقولش لكم مالك، حتى انا راه دايره مصايب ومعاصي، حتى واحد من هذا ما معصوم من الخطا، ولكن هذه السيده انا كنبغيها ولفتها وبغيت الا قدر الله ما عرفنا شكون سابق نعقل على الوفاه ديالها ونبكي ونتازم. ماشي كيفاش تعقلي على الوفاه ديالها؟ هنا فين بغينا نتكلموها، شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي هو مشيت التجأت للسلطات قالوا لي احنا ما عندنا ما نديرو لك، احنا ساره كنعرفوك وكنعرفو امي السعديه، ولكن كاين ناس كبار منا وفوق منا، يعني اللي مسيريننا حنا باش نديرو الخدمه ديالنا. انت ماشي فاتحه مؤسسه محمد الخامس لرعايه المسنين، انت دخلتي راه ما كايناش السيبه في البلاد، لا لقينا شي واحد في الزنقه غنجيو ندخلوه، ما كايناش السيبه في البلاد بحال هكا، كاين ما كايناش السيبه في البلاد، غنلقاو شي واحد غادي نجيو ندخلوه. واخا انت فاش دخلتيها درتي ان ديكلاراسيون رسميه في المقاطعه بالله هاد السيده راه جبتيها عندك للدار كانت في الزنقه؟ جا عندي المقدم دار العنايه ديالو وداك الشيء ديالو دار الخدمه ديالو وقال لي غادي نديوها، هي ما بغاتش بدات تتمرغ لي في الارض
المقدم ديال سيدي معروف بدات كتمر، قال لي انا جاي من عند القيد دابا، بدات تتمرغ قالت لي لا، قال لي غادي نجيبوا ديك لومبيلونس المساعده الاجتماعيه وغادي نهزوها وعطى الله فينا الديوا، ما بغاش تمشي، قال لي غتحملي المسؤوليه ديالك، قلت لي نتحملها، قال لي الا ماتت هاد السيده كوني على يقين عندك مسائله قانونيه، قلت لي انا ما على باليش، يعني كانت سيده في الجهد قالت هكا، ولكن هي امتى بديت كنحس بهذا الشيء دابا، ملي بصح شدات لي الفراش، مول فاطمه تاكل ما كتاكلش، ما كانتش كتاكلها؟ لا ما كتاكلش، ضعفت بزاف ما كتاكلش، واللي نبدلوا لها لاكوش ديالها في البلاصه، كدير لينا بيبي ديالها في الفراش، يعني بزاف د الحوايج، انا هذا الشيء بالعكس ما نبارطاجيش معكم، ما نقولش معاناه ديالي، كنديرها وانا فرحانه. انا هادشي كنديرو انا فرحانه، وحتى حتى الماده ديالي الامكانيات ديالي على قدي، وما غنقولش شي واحد عاوني، وما غاديش نحط الرقم ديالي باش يعاوني شي حد، لا الحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول لك كيف تخاف الفقر والله رازق يؤتيك بالارزاق من حيث لا تدري، جامي شي نهار حطيت الرقم ديالي باش يعاوني شي واحد، لا انا كنطالب بالعائله ديالي تجي تشوفها، وانا درت خير اربع سنين وانا عزيز السيده، قدروا هذا الخير اللي دايره وجيو عاونوني ندير لها وريقات باش لا قدر الله الوفاه، راه عندي ثلاثه الوليدات، راه الصغير عنده اربع سنين، يعني كيفاش غنخلي وليداتي ونبقى نطلع في المحاكم وهاد السيده علاش دخلتيها دابا لا قدر الله، بحال مؤخرا طاحت لي مشى لها النص في وجهها، ولا الناس كلهم تيقولوا لي انت اللي طيحتيها. ورقه اللي عندي راه نتبنبيها. اش من ورقه عندك ام السعيد؟ عندي ورقه ديال الكارني، ترتيل الكارني عندي، فهمتي؟ هذاك هو اللي عندني. وبطولة العمر إن شاء الله أمي السعدية باقا باقا معانا وغتغطر تنوضي وتدكي وتدردكي. علاك الله. ونديوك تجوجي لينا أشرف. إيه. ها؟ قاولته. صافي قاولتي؟ أنا غنتخيلك أنا. تكاي تكاي يا أمي. تجوج من الناس. ها؟ تزوج من كذا لالا. باش كتحسي دابا امي السعديه؟ كنحس الراحة. الراحة؟ غير بيا العباد. أنا ما عندي عبادات وبعباد. ما عندي تواحد. وحبابك حبابك اش تبغي تقولي لهم اليوم؟ والو. ما عندي أنا بحبابي. واللي ما يطلب. سارة باقا مهلية فيك؟ أو. ترى هي اللي ما يقدرش. ربنا دي السويتر دود ليا تريدو بكراني بشرباني كاسياني مغطياني قطر علي تشم لوزنات ربيقة الكبدة القلب هادي العام اللي بغيتو ناكلو سيب فيا كل شي الحق الحق فهم راسا. شنو تقولي لسارة اليوم؟ نقول لها الله يخليك ما كاينش اختك في الدنيا. ما كايناش اختها في الدنيا. كاينه هي امها وانت هي قريبه. ولي اوبا هادو كاع كيبغوني. غير ما كاينش. ما عمرها دار. ما عمرها قبيله. وفين كنتي انت قبل امي السعديه؟ كنت كاريا كوزينه. قررني من الدار. كنتي كاريا كوزينه وخرجك من الدار. خرجني من الدار ولا خرج حوايجي ديت من دار خويا وصافي ما بغيت مرت خويا ما كانت تقولي ما تبركي عند الدار ما تسيت ما تسيب ولاد نسجن كرخر ثاني. ود خوك ما جاش قلب عليك ملي بنتي ملي شافوك؟ لا ماتوا. ها؟ مات خويا. مات ومرتو ما جات قلبات عليك ما ولادو؟ لا ما يجيوش عاد. ما يجيوش؟ ما يقولوش عمتي ولا؟ مو محرشاهم. مو محرشاهم. كتقول لي ما يجيوش عاد. سخيتو فيها. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. هذا ما كان. هذا ما كان وليدي. لا اله الا الله. أعزائي المشاهدين أنا غادي نرد على واحد المسألة ديال عون السلطة اللي كيجي تيقول لها تحملي مسؤوليتك، إيه راه كتحمل مسؤوليتها وهاد السيدة راه العالم كله عارف بلا أمي السعدية كانت في الزنقة وهزاتها وجيتي برجليك وبغيتي ديال دار العجازة وما بغاتش، إذا هنا كيبقى عندك الدور ديال الإخبار أن أمي السعدية كاينة عند سارة.
والعالم كله تيعرف ان ام السعديه كاينه عند ساره. فين هي المساءله القانونيه هنا؟ وعلاش هاد السيده غتعرض للمساءله القانونيه؟ وشكون انت اللي غتقول ليها تحملي مسؤوليتك راه غتعرضي للمساءله القانونيه؟ نعم ساره كتقول لهم جده هادي. ساره كتقول لهم جده كتقول لك الميمه كتقول لك جده كتقول لي امه هادي امي جده. والله يخليها لك ويخليك ليها. ف امي السعديه الله يعطيها طولة العمر، كنتمنوا لها طولة العمر. ما زالت في الحيويه ديالها، ما زالت كتكلم. عندها مشكل ديال الماكله. الله يخلي ليا ساره وباك وما هادوك داروا فيا خير كبير. امين امين امين. فغنرجعوا عند ساره. ساره هذا هو المشكل اللي شاغلك، هذا هو المشكل اللي دابا نطير النعاس من عينيك. ما عرفتش والله، وليت من ديبريسيا، ما كنعش ما كناكلش، ما يعني صراحه حياتي تبدلات والله، وليت كنفكر في الانتحار بعض المرات. لا حول ولا قوه الا بالله. عندك وليدات دايره خير اللي الله عز وجل هو اللي تيعلم به. كل شيء سمح فيا، كل شيء، ما نكذبش عليكم، والديا، ماما، بابا، الناس قراب ليا، ما عندي دابا غير الله. سمحوا فيك على قبل هذا المشكل هذا. كل شيء. خافوا. ما عرفتش انا واش درت شي جريمه، ما عرفتش راسي انا شنو دايره، ما فهمتش. كلشي زبالة فيها، كنشوف راسي بعدي كنتقاتل، هاز المسؤولية اللي ما غيهزوهاش الرجال، والحمد لله بوجهي احمر، أنا هي كادا لايف، ما عارفاش شكون فيه، الحمد لله شريفة، ما عمرني درت شي حاجة خيبة، ما عمرني دخلت على ولادي الحرام، كنعرف شنو هو الحرام، إلا كيعرف لي شي حاجة حنا في لايف، يقول لي لعنة الله وعالي، كنخرج من داري بالشهورة. كنبقى جالسه في الدار قليل، الا خرجت داخله سوق راسي، جامع وليداتي، ما كيجي عندي حد، ما كنمشي عند حد، صافي. انا الغلط اللي درت في حياتي يا ربي تسمح لي هو دخلت هاد السيده، هاد السيده دابا راه ولات جزء كبير من حياتي. راه ماشي خطا، هذا اكبر اكبر حاجه درتيها زوينه في حياتك. نعم الله سبحانه وتعالى ينقص من عمري ويزيد ليها، ولكن انا كنعتبره غلط كبير، لانني يا ربي تسمح لي وهي كتسمع دابا، ما خصنيش نقول هاد الهضره، ولكن كان عليا بقدر الامكان وقدر المستطاع، وكان ديك الساعه عندي الامكانيات بصح، نقدر انا نشوف ليها شي وحده، نكري ليها ونشوف ليها شي وحده تقابلها ونبقى انا بعيده. ما نكذبش عليك، لانني خسرت بزاف ديال الناس. نعم زعما داك ديال خويتي قلت لها لا، وهادي تخلات ارتاحيتي ليها؟ ارتحت ليها سبحان الله. سمعتوني، حنا نقول لكم واحد الحاجه، الغلط اللي درت هو هذا، ولكن يعني الا جيت دابا انا امي ما نفرطش فيها، انا نتمنى ربي ينقص من عمري يزيد ليها، كنبغيها بزاف، عزيزة عليا، نحي دم من عطي لها، نقصتها كلوة نعطيها لها اللي بغاتها، الله ينقص من عمري ويزيدها. ولكن إلا تلاقيت مع شي ناس أخرين كيترجاو المساعدة في الزنقة، ولو يبانوا لي ما نعرف شنو، ما نقدرش. ما تقدريش ديريها؟ ما نقدرش. اللي تعرضت بزاف ديال الهجوم، لأن ما بقاتش الخير كيخليك، الناس ما كديرش خير، ما بقاتش تخلي الناس دير الخير. لانني انا دابا لانني رجعت للور، يعني من بعد كان عندي رزقي وكنت رجعت للور، وفي نفس الوقت ملي كان عندي كان كلشي داير بيا، نهار دارت بيا الوقت كلشي دار عليا، من القراب ليا، من امي، من با، من خوتي، كنقول لهم من هنا انا ما كنخافش، انا كنحترم ام والديا، ولكن والديا سمحوا فيا وكلشي الناس سمحات فيا، ماشي غير والديا، انا دابا عايشه غير مع هاد السيده، مع هذا يعني، وما كنرضاش شي واحد يعطيني شي حاجه، لان كما كنقول لامي تنقول لها اللي قسم الله، احنا مجموعين عليه، اللي قسم الله، احنا كناكلو، دواك غيوصلك، الاسعافات ديالك غيوصلك، الكوش ديالك نبدلها لها انا. البنت اللي معايا في الدار قالت لي انا نعاونك في هزانها، هي امي كتسمعني، نعاونك في هزانها، نزاك في كل شيء، ولكن باش نقرب لها الكوش ديالها ما نقدرش.
حتى واحد ما كيقرب لها الا انا. نبدل لها العوامه، نغسل ليها كلشي، وبالعكس وانا فرحانه وربي كنطلبو يزيد لها في العمر حتى 30 40 عام نهزها. سعداتك سعداتك، بغيت غير الوثائق ديالها، هادشي اللي كنطلب. نطلب من عائلتي، انا ما طالبه منكم حتى شي حاجه، حنا عايشين باش ما قدر الله، ولكن كنطلب تنطلب جيو شوفوها. ما بغيتوش ديروا صله الرحم كيبقى شغلكم هذاك، ولكن عاونوني ندير لها وريقاتها، الله يجازيكم بخير، عاونوني ندير لها وريقاتها، هادشي اللي كاين. اعزائي المشاهدين، شفتوا ساره لدرجه ان وصلت الندم على هذا الخير اللي دارت على قبل الوثائق ديال ام السعديه. فرجاء رجاء العائله ديال ام السعديه، ما طلبات ساره منكم حتى شي حاجه، طلبات غير الوثائق ديالها، باش حتى هي لا قدر الله الاعمار بيد الله هاد السيده هادي تلقى وريقاتها، حتى هي في حاجه لوريقاتها، غير في السبيطار في حاجه لوريقاتها. اسمح لي عافاك، اسمح لي، انا بامكاني دابا كون كنت انا يعني كان غرض ديالي مادي بهاد السيده ولو ما دخلناتناش شي حاجه منا، بامكاني دابا نلقى حجه ونقول حكا شنو ما شنو ما عداش وريقه، نخاف على راسي نعيط على المقدم وداك الشيء وديوها لدار العجازه. وانا تشفكيت من المشكل دابا، علاش؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن لا كنبغيها ولفت، الله يشافيها الله يطول في عمرها، الله يخليها ليا، ما عمرني نفرقها، باغي غير وريقه، ترى عمرني طلعت وسعيت بها، اللي عنده شي بروف بانني سعيت بها ولا صيفط لي شي حاجه يحطها، انا ما كنسعاش بها، انا داكشي انا الحمد لله راضيه بداكشي اللي عطاني الله، لان عارفه ان شاء الله مخبي لي شي حاجه زوينه، راه ما مره ما جوج، حتى كنتغلب من المسؤوليه وكنفكر في الانتحار، تنقول لا راه لا عائلت راجلي غيهزوا لي ولادي ولا عائلتي غيهزوا لي ولادي، راه ما هزوني حتى انا اللي بنتهم، عاد موراها غيهزوا هاد الوليدات ويقروهم وبزاف د الحوايج، صافي تنعل الشيطان، تنقول السعدية شنو المصير ديالها، ولادي شنو المصير ديالهم، تنعل الشيطان. هادشي اللي كاين. الحمد لله اللي عندك علاش تخافي، عندك وليداتك، عندك امي السعدية، عندك علاش تخافي. فهذه كلها مطبات اللي كدوز باذن الله، وهذا ما هو الا امتحان ديال الله عز وجل، والشيطان راه هو هكاك داير، راه ملي تيكون الخير كيبدا يدير لنا الوساوس في دماغنا باش يهربنا على ذاك الخير باش ما نديروهش. فاعزائي المشاهدين، الحمد لله كنشوفوا امي السعديه راه نقيه، الريحه ما شاء الله، حويجاتها نقيين، لابسه مزيان، كل نهار كنبدل، كل نهار كتبدل كل شيء، عمرها زرزنات. كتشكر وكتعاود امي السعديه في ساره، لان مهليه فيها، ملبساها، كاسياها، غاسله ليها، كتقول الخدامه خلي كل شيء، راه تكتالي شوي سوات، خلي كل شيء وسيري عند امي السعديه، هي الاولى، هي الاولى، لا بغاتش هذا، هي الاولى. فساره دايره المستحيل انها توفر لها جميع سبل الراحه، فهنيئا لها هنيئا لها هنيئا لها. الصراحه تقال باغا تبركي امي السعديه، واخ يلا الله يخليها لي ساره. هذا انا المخده اللي وراها هذه 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 يا ساره، طب وين عمرك؟ عافاك عاونيتك حتى ها أمي السعدية حنانة، الحمد لله صحة سلام بخير وعلى خير. بخير ياك أمي السعدية. خلي لي سارة دور عمرها وزحل لها وليداتها. آمين. ويسهل عليها. آمين. وتعلم خاطر خاطرها وراتها صحية. آمين. وكاين عصارة راه كاينين حتى حنا داعي معانا. إيوا ريلي هي عند مريضة من التعب. ترى وكبرت السكينة مريضة، الله يسهل عليكم. امين يا ربي امين. يجيب لكم الرزق. امين. رزق عليكم وليداتكم. امين امي السعدية. يخلي لكم ما دام ديالاتكم. يا ربي امين. الله يصلح لكم الاولاد. يا ربي امين. الله يسهل عليكم ويجيب لكم الرزق
لماذا مت معك؟ بإذن الله. الله يحفظك أمي السعدية. الله يسهل عليكم كلكم. دعوات زوينين في هذا الصباح هذا. الله يبارك لنا فيهم. فأعزائي المشاهدين ما بقى لي غير نخسم. سارة تبغي تزيدي شي حاجة؟ نتمنى من الناس يدعوا معنا والله يدعوا معايا بالصبر. والله بالصبر صبر 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 لأنني يعني قال لك كنفرح فاش كنقول راه الله سبحانه وتعالى كيجازي على الصبر ياك. طبيعة انا شاده في الصبر ومازال شاده في الصبر. دعوا معايا في الصبر وكنتمنى شي واحد اللي كيعرف العائله ديال امي السعديه. انا راه ما باغا منهم والو، راه كنطلب غير وريقات، ما باغا حتى شي حاجه. راه لدرجه ان نقول لكم واحد الحاجه، هي عندي مساعده انا راه الترفيقه زايده فيا، راه كتعرفوا بلاتي امي واحد دقيقه، انا الترفيقه زايده فيا وجايبه وحده باش لا خرجت نتقدر مني راجل مني امراه. راه لما خرجت انا للسوق ما كاينش اللي غيخرج، وشكون اللي غيبقى مع امي السعديه والدراري من المدرسه؟ يعني راه الترفيقه زايده فيا جايبه بنت تعاونني في الدار، يعني تبات حتى انا كنعيا، راه كنبات هي امي تقول لكم ساره انا معاها حتى الفجر. يعني راه انا بعض المرات الا سهرت حتى الفجر حتى لسته الصباح، شكون اللي غيفيق الولاد يديهم ليكول؟ ما كاينش. يعني خاصني ضروري شي وحده تكون تجيب شي وحده. يعني راه كنقول لكم الترفيقه وزايده فيا. هادشي تنقول لكم العائله تاع امي السعديه ولا الناس اللي قراب ليها ما باغا منكم والو، عاونوني جيو شوفوا واش لا قدر الله وكانت شي حاجه الله يطول في عمرها. واخا تجي عندك خطره وقد ما كتبغينيش مرات خوك ما كتحملنيش. والله يديم خلق أمي السعدية، الله يديم خلق. فأعزائي المشاهدين ما بقى لي إلا نختم، نتمناو الشفاء العاجل لأمي السعدية وطولة العمر بإذن الله، والله يقدرك والله يصبرك والله يقدرك على وليداتك وعلى أمي السعدية بإذن الله. كنتمنى أن الرسالة توصل للعائلة ديال أمي السعدية، يجيبوا لها وريقاتها، يعتقوا هذه السيدة هذه من هذا الستريس اللي هي فيه. هذاك ديال الكارني عندي راه ما تضرم وراه ما انت ما كيبغي. والله يهديهم الله يهديهم امي السعديه. راه ما كيبغي راه مات خوك مات مات. والله يهديهم الله يهدي اللي بقى. اعزائي المشاهدين غادي نختم وغادي نقول لكم الى اللقاء في لايف اخر. كان معكم في التعليق الحرابة بالكبير، الى اللقاء.